بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن البايو كيميكال كومبوزيشن اوف ماسل. ايه الماسل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونتراكتايل تيشو درايفد فروم ذا ميزوديرمال لاير اوف امبرينيك جيرم سيل. ده الديفينيشن ماسل. يعني ايه ماسل؟ الماسل از ميجور بايو كيميكال ماشين. يعني ايه بايو كيميكال ماشين؟ دي الماشين المسؤولة عن تحويل كونفيرت البوتنشال اللي هي الكيميكال انرجي انتو كاينيتيك انرجي في صورة ميكانيكال انرجي. يبقى ايه هي المصل دي؟ عبارة عن biochemical machine convert البوتنشال، بقول عليها chemical energy into kinetic او mechanical energy. المصل هي longest single tissue in our body. longest single tissue in our body. it represent more than 25% of body mass at birth. يعني at birth بتمثل 25% of the body mass. More than 40% in young adult and less than 30% in age adult. Eight types of muscles. عندي three types of muscles. عندي skeletal muscles, smooth muscle, cardiac muscles. هنبدأ نتكلم عن كل واحدة فيهم in details. السموز ماسل بقول عليها involuntary muscle. involuntary muscle ليه؟ لأنها controlled by the autonomic nervous system. may either be generally inactive، ممكن تبقى inactive. بعد كده بيحصل لها response to neural stimulation or hormonal stimulation or maybe rhythmic. ده السموز ماسل. يبقى involuntary. يعني ايه involuntary muscle؟ يعني كان not controlled movement، يعني ما اقدرش اتحكم في الموفمنت بتاعتها. controlled by autonomic nervous system. ممكن تبقى inactive or response to neural stimulation, hormonal stimulation or maybe rhythmic. number two, cardiac muscle. cardiac muscle هي involuntary muscle. طب موجودة فين؟ موجودة في الهارت. act like rhythmic smooth muscle. يبقى ده نوع من smooth muscle بقول عليه rhythmic smooth muscle. موجود فين؟ في الهارت. modulated by أو controlled by. modulated يعني controlled by neural activity and hormones. number three, skeletal muscle. ودي بقول عليها voluntary muscle. يبقى ال smooth muscle وال cardiac muscle دي involuntary، not control its movement. ال skeletal muscle can control its movement، فبقول عليها voluntary muscle. move us around and يعني هي المسؤولة عن حركتنا. and responsible for most of our behavior. هي دي المسؤولة عن كل behavior بتاعتنا. attach to bone عن طريق التندون. في بعض ال properties بتشمل أو بتجمع بين الكاردياك والسكيليتال muscles. إيه هي properties اللي بتجمع بين الكاردياك والسكيليتال muscles؟ انهم هما الاثنين استرياتد. استرياتد يعني كونتين ساركومير. لما نقول المصل استرياتد يعني كونتين ساركومير. باك دي انتو هايلي ريجولار ارنجمنت اوف باند. يبقى هي استرياتد باك دي انتو هايلي ريجولار ارنجمنت اوف باند. السموث مصل ما فيهاش الصفات دي. طيب واللي وهي ذا سكيليتال مصل ار ارنجد انتو ريجولار بارل باند. الكاردياك مصل شكلها ايه؟ الكاردياك ماسل كونكت ات برانشنج بوينت او بقول فورمينج الريجولار انجل. يبقى السكيليتال فورمينج ريجولار بارلل باندل. ده السكيليتال. لكن الكاردياك ماسل الباندل بتاعتها شكلها ازاي؟ كونكتد ات برانشنج فورمينج الريجولار انجل. ده الفرق في الشيب بين السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل. الاسترياتد ماسل كونتراكت اند ريلاكس ان شورت. الاسترياتد ماسل كونتراكت اند ريلاكس ان شورت انتنس بيرست وير از سموث ماسل سستين لونجر. يبقى انا هنا بعمل مقارنه بين السكيليتال ماسل والسموث ماسل. الكاردياك والسكيليتال بتجمعهم حاجات ان هم استرياتد بيحتوي على ساركومير ارينجد ان فورم اوف باندل. لكن في ديفرنس في الشيب بتاعت الباندل. في السكيليتال ماسل بتبقى سيلر وباراليل. الكارديك ماسل بتبقى كونكتد ات برانشنج او فورمينج ريجولار انجل.
طيب الاسترياتد ماسل كونتراكشن بتاعتها شكلها ايه؟ كونتراكت اند ريلاكس ان شورت، تدي شورت انتنس بيرست، وير از لك السموث ماسل الكونتراكشن بتاعها بيبقى سستين ليدر، الاسترياتد الكونتراكشن بتاعها شورت، لكن السموث ماسل كونتراكشن سستين لونجر. هنبدأ نتكلم عن صفات السموث ماسل. والسموث ماسل is also known as involuntary muscle. قلنا ليه involuntary؟ We cannot control its movement due to our inability to control its movement. And striated as it doesn't have the stripy appearance. يبقى السموث ماسل involuntary، ما اقدرش اتحكم في حركتها. And striated لانها ما عندهاش الستريبي appearance بتاعت السكيتر ماسل. طب موجوده فين السموث ماسل؟ موجوده في الوول اوف هولو اورجانز. زي ايه الهول اورجانز دي؟ زي الاستومك، زي الاسوفيجاس، زي البرونكاس، زي الايه البلاد فيزلز، دي اللي موجود فيها السموث ماسل. This muscle type is stimulated by involuntary. هي involuntary muscle، قلنا انها involuntary cannot control its movement. طب ايه اللي بيعملها stimulation؟ neurogenic impulses and has slow rhythmic contraction used to control internal organ. هي قلنا موجودة في الهول أورجان زي الإسوفاجس، زي الاستومك، زي اليوترس، زي البلاد فيزلز، زي البرونكاي، والكونتراكشن بتاعتها involuntary ما اقدرش اتحكم فيه. اللي بيعمل لها stimulation neurogenic impulses. نوع الكونتراكشن بتاعتها بقول rhythmic contraction. وايه الفانكشن بتاعتها؟ controlling the internal organ. نمبر 2 الكاردياك موسل. طب موجود فين الكاردياك موسل؟ موجود في الوول اوف ذا هارت، عشان كده قلت عليها كاردياك، ما دي موجوده في الهارت. It has similarity with skeletal muscle. ايه الشبه بين الكاردياك موسل والسكيلتال موسل؟ انها سترياتد. طب كمان في شبه بين الكاردياك والسموث موسل. ايه الشبه؟ اللي هي its contraction not under conscious control، يعني can not control its movement. يبقى الكاردياك موسل بتجمع بين صفات الاثنين، تجمع بين صفات السكيليتال في انها سترياتد ستريبي ابييرنس، بتجمع بين صفات السموث في انها انفولنتري كونتراكشن، يعني اندر نوت اندر كونشس كنترول، ما اقدرش اتحكم في الكونتراكشن بتاعت الكاردياك موسل. هاويفر بوليزيس تايب اوف موسل از هايلي سبيشاليزد، ليها صفات معينه انها اندر كنترول اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. Even without nervous stimulation or nervous input, contraction can occur. طب يحصل ازاي contraction even without nervous input؟ عن طريق البيسميكر سيت. يبقى في specific او في خصوصية عالية للكارديك مصل. ايه الخصوصية دي؟ انها involuntary muscle. Even with absence of nervous input, contraction can occur. طب ازاي؟ عن طريق البيسميكر سيت. الاسترياتد ماسل، الاسترياتد ماسل is composed of multi nucleated muscle fiber. Multi nucleated muscle fiber surrounded by electrically excitable cell membrane. بسميه ايه؟ electrically excitable cell membrane بسميه سطمة. يبقى الاسترياتد ماسل دي المالتي نيكليتد muscle fiber. Multi nucleated more than one nucleus. Surrounded by electrically excitable membrane. الممبرين بتاعها electrically excitable اسمه ايه؟ سيركوليما. بنزل السيركوليما موجود ايه؟ موجود السيتوبلازم. من داخل السيركوليما دي في السيتوبلازم. An individual muscle fiber، الانديفيديوال muscle fiber cell which may extend the entire the length of the whole muscle. المسل فايبر واحدة ممكن تبقى extend along the length of the muscle كلها، على طول اللينس بتاع المسل. Contain bundles of myofibril. هنعرف يعني ايه هي المايوفايبريل. المايوفايبريل arranged in parallel embedded in intracellular fluid هسميه sarcoplasm. يبقى دي مواصفات المسل فايبر. تاني المسل فايبر الاسترياتد مسل composed of multi nucleated muscle fiber. Multi nucleated surrounded by electrically excitable cell membrane. Electrically excitable سيل ممبرين، هسمي السيل ممبرين ده ايه؟ ساركوليما. بنزل الساركوليما في الساركوبلازم.
طب الساركوبلازم ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ميني مايوفايبريل. ميني مايوفايبريل، هنشوف ايه صفات المايوفايبريل. بيقول لي وزن ذيس فلويد، جوه الساركوبلازم ايه موجود؟ موجود الميتوكوندريا، موجود الجلايكوجين، موجود هاي انرجي كومباوندز اي تي بي، موجود الفوسفوكرياتين، موجود الانزيمز المسؤوله عن الجلايكوليسيس. تاني الاستراكشر بتاعي السنجل ماسل فايبر ما بي اكستند الونج ذا هول لينث اوف ذا ماسل، تمام. دي مالتي نيوكلياتد ماسل سيل، مالتي نيوكلياتد الممبرين بتاعها الكتريكالي اكزايتبل هسميه ساركوليما. موجود الساركوبلازم، الفلويد ده بيحتوي ميتوكوندريا، بيحتوي على الجلايكوجين، محتوي على هاي انرجي كومباوند اي تي بي، محتوي على الكرياتين فوسفات او فوسفوكرياتين، بيحتوي على الانزيمز المسؤوله عن الجلايكوليسيس. Each muscle fiber contain 100,000 myofibril. كل muscle fiber بتحتوي على 100,000 من المصل من ايه؟ من المايوفايبرين. طب ايه هي المايوفايبرين؟ دي عباره عن باندلز اكتين اند مايوسين بروتين. الاكتين والمايوسين دي المين بروتين اوف ماسل، المين بروتين اوف ماسل. يبقى المايوفايبرين بتحتوي على باندلز من الاكتين والمايوسين. هنبدا نتعرف على صفاتهم، موجودين ازاي واقدر اشوفهم ازاي اندر الكترون مايكروسكوب. Which run along the length of the muscle fiber and are important in muscle contraction. الاكتين والمايوسين هم دول البروتينات اللي داخلين في تكوين المسلز وليهم important role في المسل contraction. Surrounding المايوفايبريل، around المايوفايبريل ايه موجود؟ موجود network من التبيولز والشانلز. بتحتوي على ايه التبيولز والشانلز دي؟ بتحتوي على كالسيوم وبسميها sarcoplasmic reticulum. يبقى المايوفايبريل دي بتحتوي على المين بروتين اوف ماسلز، ايه هما؟ الاكتين والمايوسين، وهما المسؤول عن المسل كونتراكشن. Surrounded this myofibril، around myofibril دي ايه موجود؟ موجود channels network of channels or tubules بتحتوي على كالسيوم. هسميها ايه channels و tubules دي؟ هسميها sarcoplasmic reticulum. ناخد بالنا، يبقى مكان الكالسيوم موجود فين؟ موجود في الساركوبلازم around المايوفايبريل في صورة network of tubules وتشانل جواها الكالسيوم. الكالسيوم ده very important for initiation of muscle contraction. طيب اسمها ايه التبيولز او النتورك بتاعت التبيولز والشانلز دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى المكان الموجود فيه الكالسيوم سيتوبلازميك ريتيكولم. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نتورك of tubule and channels موجودة فين؟ around the myofiber. وظيفتها muscle contraction. Each myofibril, كل myofibril can then be broken into functional repeating segment. ال functional unit بتاعت المصل اسمها ساركومير. يبقى لما يسألك عن ال functional unit of the muscle هي الساركومير، وهنعرف الساركومير ايه الديفينيشن بتاعها، يعني ايه الجزء اللي اقدر احدده واقول ده ساركومير. يبقى لو اخدت myofibril وعملت له broke down into functional repeating segment، كل segment هسميه ساركومير وهديله مواصفات معينه، والساركومير هو الفانكشنال يونت اوف ماسل، فانكشنال يونت اوف ماسل الساركومير، تمام؟ ادي المايوفايبريل، النتورك اللي حواليها اللي بتحتوي على الكالسيوم، دي عباره عن شبكه نتورك او تيبيولز بتحتوي على كالسيوم اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم، ودي الماسل فايبر، تمام؟ زي ما قلنا المايوفايبريل بيحتوي على البروتينز الخاصه بالماسلز والمسؤوله عن الكونتراكشن اللي هي ايه؟ الاكتين والمايوسين، وهنبدا نتكلم بالتفصيل شويه. الساركومير is the functional unit of muscle. Very very important. What is the sarcomere او ايه هو الفانكشنال يونت اوف ماسل؟ والساركومير. When the myofibril is examined by electron microscopy، لما اعمل examination للمايوفايبرل بالالكترون مايكروسكوب هلاقي ايه؟ هلاقي ان فيه alteration للدارك لايت باند، هلاقي فيه تبادل لدارك ولايت باند. طب ايه الدارك واللايت باند دي تمثل ايه؟ These bands are referred to ايه؟ الدارك باند هسميها ايه باند؟
اللايت باند هسميها اي باند، هنشوف كل واحده فيهم بتمثل ايه. ريسبكتيفلي بيقول لي ذا سنترال ريجن الاي باند اللي هي الدارك هيبقى فيها اريا ليس دنس اسمها اتش باند، تمام، ذان ذا ريست اوف ذا باند. الاي باند هي عباره عن اللايت باند بايسكتد باي فيري دنس نارو زيت لاين. تاني لما اعمل الكتروميكروسكوبي للمايوفايبريل هلاقي ان فيها التريشن لدارك ولايت باندز. الدارك باندز ريفير تو اي باند، اللايت باند ريفير تو اي باند. جوه الاي باند اريا ليس دنس هسميها الاتش باند، جوه الاي باند بايسكتد باي فيري دنس نارو زد لاين. من الزد للزد لاين هي الساركومير، من الزد للزد لاين هي الساركومير. The sarcomere is defined as the region between two Z line. يبقى من الزد للزد هو ده الساركومير، واللي انا بقول عليه الـ functional unit of muscle هو الـ functional unit of muscle. تمام؟ يبقى اهو كده لما اعمل الكترون مايكروسكوبي هلاقي ان في التريشن لدارك اريا معاها لايت اريا، اللايت اريا dissected by Z line. تمام؟ الـ A area اللي هي الدار فيها less dense area اللي هي الـ H zone. من الزاد للزاد، من الزاد لاين إلى الزاد لاين، هي دي اللي بقول عليها إيه؟ الساركومير. إيه هو الساركومير؟ هو الـ functional unit of muscle. المايوفايبريل are examined by electron microscopy. It appears that each one is constructed of two types of longitudinal filament. لما نعمل study المايوفايبريل under electromicroscopy هنحتوي بيحتوي على two types of filament. عندي السيك فيلمنت وعندي السين فيلمنت. السيك فيلمنت اللي هي الاي فيلمنت. اللي هي الاي فيلمنت. طيب الاي فيلمنت دي بتحتوي على ايه؟ على المايوسين. طب النانومتر بتاعها او السايز الدايمتر كام؟ 16 نانومتر ان دايمتر. السين فيلمنت النانومتر بتاعتها او الدايمتر بتاعها 7 نانومتر ان دايمتر. لايز ان ذا اي باند. يبقى السين فيلمنت هي الموجوده فين؟ في الاي باند. اند اكستند انتو ذا اي باند بات نوت انتو ذا اتش زون، يعني بتصل من الاي باند لل الاي باند لكن نوت ريتش تو ذا اتش زون اللي هو الليس دنس اريا. ذيس فيلمنت كونتين بيحتوي على ايه؟ السين فيلمنت اكتين تروبومايسين تروبونين. يبقى السيك فيلمنت بيمثل المايوسين، السين فيلمنت بيمثل اكتين تروبومايسين وتروبونين. الدايمتر كام بتاع السيك فيلمنت؟ 16 نانومتر. الدايمتر كام بتاع الثين فيلمنت؟ هو 7 نانومتر ان دايمتر. الجزئيه اللي جايه دي مهمه جدا اللي هي الريلاكسيشن كونتراكشن سايكل. نركز كده مع بعض. ريلاكسيشن كونتراكشن سايكل ازاي بتتم عمليه الريلاكسيشن كونتراكشن سايكل؟ في اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت؟ في اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت؟ الكيميكال كومبوزيشن. تمام. الكيميكال كومبوزيشن للمصل بتتكون من ايه؟ المصلز. الكومبوزيشن بتاعها 75% ووتر، 75% من المصلز ووتر، 20% من المصل عباره عن بروتينز اللي هي المين بروتين اكتين مايسي. طب ايه اللي بيمثل؟ عاوزين نبدا نتعرف عن الكونتراكشن او بس الصح ابدا ريلاكسيشن كونتراكشن سايكلز. اللي بيشرح لكم الريلاكسيشن كونتراكشن سايكلز سلايدنج فيلمنت كروس بريدج موديل. اسم الموديل او اسم الطريقه اللي احنا هنصف بيها ريلاكسيشن كونتراكشن سايكل سلايدنج فيلمنت كروس بريدج. هبدا ازاي؟ خليكي معايا كده واحده واحده. هقول اثناء الريلاكسيشن فيس، هبدا بالريلاكسيشن فيس اوف ذا ماسل. ذا هيد اوف مايسين هيدرولايز الاي تي بي الى، يبقى اثناء الريلاكسيشن فيس الهيد اوف مايسين موجود هيبقى يعمل لي هيدروليسيس للاي تي بي الى اي دي بي اند فوسفات. الاي دي بي
الفوسفات ده هيبقى still attached to myosin، هيكون كومبلكس اسمه ADP فوسفات مايوسين كومبلكس. تاني، اثناء الريلاكسيشن المايوسين الهيد اوف مايوسين هتعمل لي هيدروليز للاتي بي الموجود، تعمل له هيدروليز الى ايه؟ الى ادي بي وفوسفات. طيب الادي بي والفوسفات دول هينفصلوا؟ لا، هيبقوا ستيل اتاتش تو مايوسين ويعملوا كومبلكس. الكومبلكس ده اسمه ايه؟ اسمه ادي بي فوسفات مايوسين كومبلكس. بسمي الكومبلكس ده اللي هو ادي بي فوسفات مايوسين كومبلكس هقول عليه هاي انرجي كونفورميشن موديل. مهم قوي ان الوجود الثري كومبلكس ده مع بعض والاي دي بي فوسفات مايوسين كومبلكس هسميه هاي انرجي كونفورميشن. ده بيتم امتى؟ اثناء الريلاكسيشن اوف ماسل كونتراكشن، اثناء البروسيس او الستيب بتاعت الريلاكسيشن. الهيد اوف ذا مايوسين تعمل لي هيدروليسيس للاي تي بي، حولها الى اي دي بي فوسفات، بس ما بيبداوش ينفصلوا، بيفضلوا مكونين مع المايوسين كومبلكس ثلاثي. هسميه ايه الكومبلكس ده؟ اي دي بي فوسفات مايوسين كومبلكس. طيب ايه صفاته الكومبلكس ده؟ هاي انرجي كونفورميشن، هاي انرجي كونفورميشن. خلاص دي ستيب 1. ستيب 2 لما تبدا عمليه الكونتراكشن، وين كونتراكشن فاصل ستيميليتد. طب ازاي بيحصل ستيميليشن للكونتراكشن؟ بقول لي بروسيس او ايفنت انفولفينج الكالسيوم. لما يبدا الكالسيوم يحفز عمليه الكونتراكشن ايه اللي هيحصل هنا؟ بقول الاكتين بيكام اكسسبل، يعني الاكتين بيبقى متاح، وهقول لك في الاخر بعد شويه ازاي الاكتين يبقى اكسسبل. اند ذا هيد اوف مايسين اند ات، الهيد اوف ذا مايسين تقدر توصل للاكتين. بايند تو ات، تتحد معاه. هتعمل ايه؟ هتدخله جوه الكومبلكس بتاعهم، هيبقى الكومبلكس رباعي اكتين مايسين اي دي بي فوسفات كومبلكس. تمام، يبقى بعد ما تبدا عمليه الكونتراكشن من المصل، وده بيبدا ازاي؟ عن طريق الاستيميليشن خلال الكالسيوم، الاكتين هيبقى اكسسبل. اكسسبل يعني ايزي تو بي ريتشد باي ذا هيد اوف مايوسين، هتقدر الهيد اوف مايوسين توصل له، هتتحد معاه بايند ايه تمسك فيه. طب هيدخل جوه الكومبلكس بتاعهم، فهيبقى الكومبلكس رباعي، هيبقى اسمه ايه؟ اكتين مايوسين اي دي بي فوسفات كومبلكس. طيب نمبر 3 بيقول لي فورميشن اوف ذيس كومبلكس اللي هو الرباعي ودخول الاكتين هيعمل ايه؟ هيعمل بروموت للريليز فوسفات. يبقى دخول الاكتين على الكومبلكس بتاع المايوسين اي دي بي فوسفات هيحفز ريليز فوسفات، ودي بقول عليها نقطه الانطلاقه للباور ستروك. دي بقول عليها ايه؟ انيشيت الباور ستروك. يبقى ايه اللي هيعمل انيشيشن الباور ستروك، او ايه هي البوينت اللي عندها اقول فيه انيشيشن الباور ستروك؟ اللي هي ريليز اوف فوسفات باي انترنج اوف اكتين، دخول الاكتين على الكومبلكس يعمل لي ريليز للفوسفات، وهنا دي بقول عليها انيشيشن اوف باور ستروك. طيب بعد ما يحصل ريليز للفوسفات هيبقى فولد باي ريليز اوف اي دي بي، كمان هيسيبوا الاي دي بي الكومبلكس رباعي. And that is accompanied by خروج الـ ADP يحصل إيه؟ يبقى الأول خرج الفوسفات، وهسمي النقطة دي initial power stroke، انطلاقة الباور ستروك. يليه مين هيخرج؟ هيخرج الـ ADP. وبعد خروج الـ ADP والفوسفات هيحصل conformational change. فين؟ على الـ head of myosin. In relation to itself. هيحصل changes، conformational changes، تغيرات شكلية على الـ head of myosin in relation to itself. طب ده ينتج في نتيجه ليه او يسبب شيء؟ هيسبب بولينج الاكتين، هيشد على الاكتين 10 نانومتر تاور ذا سنتر اوف سيركومير. يبقى خروج الفوسفات يلي خروج الاي دي بي هيؤثر شكليا على الهيد اوف مايوسين. طيب بعد كده يعمل ايه؟ يعمل له بولينج، يسحب او يشد الاكتين 10 نانومتر ناحيه السنتر اوف سيركومير. وبقول في الحالات دي الشده دي او البولينج على الاكتين 10 نانومتر ناحيه الساركومير هي الباور ستروك. يبقى في عندي انيشيشن للباور ستروك بخروج الفوسفات، وعندي الباور ستروك نفسها بالكونفورميشنال تشينجز في الهيد ريليشن تو تيل. لما حصل تغيرات شكليه على الهيد اوف مايوسين ريليشن تو تيل
عملت بولينج للاكتين، سحبت الاكتين ناحيه الساركومير، سحبته قد ايه؟ 10 نانومتر ناحيه الساركومير. الحالات اللي هقول عليها امتى البولينج اوف اكتين تاور الساركومير 10 نانومتر، هقول هي دي الباور ستروك. بقول لي ذا مايوسين از ناو كولد، في الحالات دي المايوسين هيبقى اسمه ايه؟ انا دلوقتي خرج من عندي الفوسفات وخرج من عندي الاي دي بي وعملت بولينج للاكتين ناحيه الساركومير 10 نانومتر، يبقى اللي موجود عندي في الكومبلكس مين؟ اكتين ومايوسين. هسمي الكومبلكس ده ايه؟ لو انرجي ستات، لو انرجي ستات از اكتين اند مايوسين. يبقى لما يبقى عندي بس الاكتين والمايوسين هقول ان ده لو انرجي ستات. خلاص لغايه دلوقتي؟ نكمل وهعيد تاني. طيب يبقى كده الملوكيول بقى فيه ايه تاني؟ بقى بس اكتين ومايوسين وقلت عليه لو انرجي ستيت. يبقى ستيب 4 انظر ملوكيول في اي تي بي، يبدا انظر ملوكيول الاي تي بي يدخل على الكومبلكس الثنائي ده. بايند تو ذا هيد، الهيد في مايوسين فورمينج اكتين، هو كان كومبلكس ثنائي اكتين مايوسين، هيدخل عليهم كمان الاي تي بي انظر ملوكيول في اي تي بي. تمام؟ فيبقى الكومبلكس اسمه اكتين مايوسين اي تي بي كومبلكس. تمام؟ وجود الاي تي بي مع المايوسين نوت فيفر الاكتين، ما بيحبوش وجود الاكتين. ناخد بالنا كده، انا سبت الكومبلكس ثنائي بعد الباور ستروك، سبته اي تي بي، سبته اكتين مايوسين وقلت عليه لو انرجي كونفورميشنال شيل او لو انرجي كونفورميشنال فول. هيجي بعد كده انظر مولكيول الاي تي بي تدخل على على الكومبلكس، يتكون ايه؟ اكتين مايوسين اي تي بي. طب المايوسين والاي تي بي ما بيحبوش وجود الاكتين، يعملوا ايه؟ بيقول لي المايوسين اي تي بي هاز لو افينيتي فور اكتين، مش بيحبوا، ما لهمش رغبه بارتباط الاكتين بيهم، يعملوا ايه؟ بيقول لي الاكتين از جاست ريليز، يعملوا ريليز للاكتين من الكومبلكس بتاعهم. يتبقى ايه عندي بعد ما اخرج الاكتين؟ هيتبقى عندي مايوسين اي تي بي. بقولي this is the last step in key component of relaxation، خلاص رجعت من الاول تاني، رجعت مايوسين اي تي بي، ابدا اعيد السايكل ان المايوسين يعمل لي هيدروليسيس للاي تي بي، كلها الاي دي بي فوسفات، ويعيد السايكل مره تاني. تمام؟ نعيدها تاني ولا وصلت خلاص؟ نعيد تاني ريلاكسيشن كونتراكشن سايكل. نعيدها، ماشي نعيدها يا دانا. نعيدها سريعا تاني عشان خاطر دانا. ماشي، بصي كده احنا ناخدها كسيناريو، قصة ظريفة. نبدأ بإيه؟ هقول إن أثناء الريلاكسيشن، أثناء الريلاكسيشن أنا عندي الهيد أوف مايوسين تعمل لي هيدروليس أي تي بي إلى أي دي بي. تمام؟ أي دي بي وفوسفات. طيب الأي دي بي والفوسفات دول بيبقوا ستيل موجودين أتاتش تو ذا هيد أوف مايوسين، وكونوا كومبلكس ثلاثي اسمه مايسين اي دي بي فوسفات كومبلكس، او اي دي بي فوسفات مايسين كومبلكس. الكومبلكس الثلاثي ده بيفضل ستيل مرتبط بالمايسين، فهسميه ده هاي انرجي كونفورميشن. دي اول ستيت في ريلاكسيشن. اول ما تبدا الكونتراكشن يحصل لها ستيميليشن، ومين بيساعد في عمليه الستيميليشن للكونتراكشن؟ الكالسيوم، وجود الكالسيوم. هيحصل ايه؟ بيقول الاكتين هيبقى اكسسبل، هشرحها لك ازاي هيبقى في حاله الكونتراكشن او ستيميليشن الكالسيوم الاكتين يبقى اكسسبل. اكسسبل يعني ايه؟ يعني الهيد اوف مايوسين تقدر توصل له. طب توصل للهيد اوف للاكتين تعمل له ايه؟ بايند، تمسكه تدخله في الكومبلكس بتاعهم. فالكومبلكس بدل ما هو كان ثلاثي فوسفات اي دي بي مايوسين كومبلكس، هيبقى كومبلكس رباعي بدخول الاكتين. هيبقى اسم الكومبلكس في الحالات اكتين مايوسين اي دي بي فوسفات كومبلكس. خلاص؟ بيقول لي فورميشن اوف ذيس كومبلكس، يعني دخول الاكتين على الكومبلكس ده بيحفز الريليز للفوسفات، والريليز الفوسفات هي بقول عليها الانيشيشن فور ستروك. يعني ممكن يسالني ايه هي الانيشيشن؟ في فرق بين الانيشيشن باور ستروك وان تكمل الباور ستروك. الانيشيشن بريليز الفوسفات مجرد ما يدخل الاكتين للكومبلكس بتاعي بيخرج الفوسفات، فهسميها دي الانيشيشن للباور ستروك. يلي خروج الفوسفات ايه؟ خروج الاي دي بي. طب خروج الاي دي بي والفوسفات بيعملوا تغيرات شكليه كونفورميشنال تشينج على الهيد اوف مايسين.
الريليشن تو تيل بيغيروا في شكل المايوسين، هيبقى في كونفورميشنال تشين، تغيرات شكليه للهيد ريليشن تو تيل. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ يحصل بولينج للاكتين، يعني يسحب الاكتين 10 نانومتر اتجاه مين؟ اتجاه السنتر اوف ساركومير. شدت المايوسين الهيد اوف مايوسين للاكتين ناحيه الساركومير 10 نانومتر، هي دي اللي بقول عليها الباور ستروك. يبقى في فرق بين الانشيشن بخروج الفوسفات وبين اكتمال الباور ستروك بالبولينج على الاكتين توارد الساركومير. بقول لي في الحاله دي خرج الاي تي بي، خرج الفوسفات، مين باقي عندك في الكومبلكس؟ باقي عندك في الكومبلكس اكتين ومايوسين. الاكتين والمايوسين دول هقول عليهم لو انرجي ستات، لو انرجي ستات. يبقى لازم تعرفي مين هاي انرجي ستات، الاي دي بي فوسفات مايوسين كومبلكس. مين اللو انرجي ستات بعد خروج الفوسفات والاي دي بي؟ اللي هتبقى عندي اكتين مايوسين هو اللي هسميه لو انرجي. اتفقنا؟ طيب بعد كده الكلام ده اللي على الفيجر هو نفس اللي احنا بنقوله شرح. نمبر 4 بقول لي اناظر، هيدخل بقى عندي الملكيول بيتكون من اتنين اكتين ومايوسين، وقلت عليه لو انرجي ستات. هيبدا يدخل ملكيول تاني للاي تي بي، هيبقى الملكيول اسمه ايه؟ اكتين مايوسين اي تي بي، دخل عليهم الاي تي بي. وجود التلاتة دول مع بعض، دول بيتفقوا المايوسين والاي تي بي نوت فيفور الاكتين، مفيش افينيتي، مفيش رغبة عندهم لوجود الاكتين، يعملوا له ايه؟ خرجوه بره من الكومبلكس. يبقى المايوسين والاي تي بي هاز لو افينيتي فور اكتين، فيروح عاملين ايه؟ خرجوه من الكومبلكس بتاعهم. هيتبقى ايه عندي بعد خروج الاكتين؟ مايوسين والاي تي بي. طب ما هي دي البدايه، يبقى يرجع يعيد تاني، يبقى كده وصلنا للريلاكسيشن فيس، ويبدا يعيد تاني ان المايوسين يعمل هايدروليسيس للاي تي بي ويديني اي دي بي فوسفات مايوسين كومبلكس، ويعيد الكره مره ثانيه. واللي ذيس لاست ستيب از ا كي كومبوننت اوف ريلاكسيشن. خلاص ما انا وصلت للريلاكسيشن تاني. And it is dependable upon the binding of ATP to the actin myosin complex. يعني الريلاكسيشن فيس بتعتمد على اكتين مايوسين اي تي بي كومبلكس. المايوسين والاي تي بي ما يحبوش الان يعملوا له ريليز، يرجع تاني مايوسين واي تي بي بس، ويعيد السايكل من اول وجديد. طب ازاي بيقول لي اذا بريزنس اوف هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم؟ لما يبقى عندي هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم، واحنا قلنا الكالسيوم موجود فين؟ الكالسيوم مكانه فين؟ ستورد فين؟ في المصل. حد يرد عليا؟ الكالسيوم موجود فين؟ السايت اوف كالسيوم ستور فين؟ يا بنات السايت اوف كالسيوم ستور فين؟ في الساركوبلازم. برافو يا شو، في الساركوبلازم. برافو، تمام، ساركوبلازم كريتيكولوم. برافو. يبقى لي ان ذا بريزنس اوف هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم ذا كالسيوم بايند تو تروبينين. الكالسيوم بيبقى اتاتش تو اباين تو تروبينين. هيعمل ايه لما يبقى اتاتش تروبينين؟ تشينج اتش شاب. التروبينين زي ما احنا قلنا موجود فين؟ في الاي باند. الاي باند فيها ثلاثه تايبس اوف بروتين، في الاكتين، في التروبينين، في التروبومايسين. الكالسيوم في هاي كونسنتريشن بايند تو تروبينين، لما يبقى بايند التروبينين تشينج اتش شاب، هيغير في شكله. فبالتالي موفينج التروبومايسين ناحيه الاكتيف سايت اوف اكتين، يحرك التروبومايسين ناحيه الاكتيف سايت اوف اكتين، كده الاكتين يبقى اكسسبل، والمايسين فيلامنت كان ناو اتاتش تو اكتين. فاكرين النقطه اللي قلنا هنعرف ازاي يبقى الاكتين اكسسبل في عمليه الكونتراكشن؟ قلت لك هشرحها لك في الاخر، ازاي الاكتين يبقى اكسسبل ويبقى يدخل على الكومبلكس الثلاثي. اهي بيقول لي اثناء الهاي كونسنتريشن في كالسيوم، الكالسيوم بايند للتروبينين، ده بيعمل كونفورميشنال تشينج على التروبينين، يخلي ايه؟ التروبومايسين يبقى يتحرك ناحيه الاكتيف سايت اوف اكتين، فكده الاكتين بقى اكسسبل ويبدا يمسك مع المايوسين ويبدا عمليه الكروس بريدج. تمام. المايوسين اي دي بي فوسفات كومبلكس هو الهاي انرجي كونفورميشنال ستيب. بيقول لي المسل كونتراكشن دي طب بتستمر قد ايه، وايه اللي بيتحكم في استمرار المسل كونتراكشن؟ بتستمر لاست فور از لونج از، طالما عندي ستيل نيرف امبلس واديكوت اي تي بي اديكوت كالسيوم، المسل كونتراكشن ايه؟ مستمر. يبقى المسل كونتراكشن لاست فور از لونج از، طالما عندي نيرف امبلس
عندي اديكوت اي تي بي، عندي اديكوت كالسيوم، ماسل كونتراكشن مستمر. في اي سؤال في الكونتراكشن ريلاكسيشن وريلاكسيشن كونتراكشن سايكل؟ في اي سؤال قبل ما ندخل على التايبس اوف فايبر؟ تمام يا نور. الماسل فايبرز، ايه انواع الماسل فايبرز؟ عندي 3 تايبس للماسل فايبرز، تايب 1 تمام، تايب 1 وتايب 2 اللي هو A وبي، او بقول عليه تايب 2 A تايب 2 بي. التايب 1 هنتكلم عن كل واحد مواصفاته وموجود فين، مواصفاته وموجود فين. التايب 1 فايبر بسميه ايه؟ سلو تويتش فايبر، سلو تويتش فايبر. لونه ريد ان كلر، الفايبرز دي لونها ريد. ليه هي ريد؟ ممكن اتسال ليه هي ريد ان كلر تايب 1؟ اقول له لانها في هاي برسنتج اوف مايوجلوبين والاكسجين والميتوكوندري. يبقى تايب 1 هسميه كمان ليه اسم تاني، سلو تويتش فايبر، ودي لونها ريد ان كلر لانها ريتش ان مايوجلوبين اكسجين ميتوكوندري. بقول ديو تو ذيس فاكت زي ريزيست فاتيج، لانهم ريتش في الاكسجين والمايوجلوبين والميتوكوندريا ريزيست للفاتيج، يعني ما بيتعبش بسرعه نوع ده من المسل فايبر، ريزيست الفاتيج. اند ار كيبل اوف بروسينج ريبيتد لو ليفل اوف مسل كونتراكشن، بيقدروا يعملوا ريبيتد لو ليفل من مسل كونتراكشن عن طريق انهم بيكونوا لارج اماونت اوف اي تي بي البروسيس ايروبيك ميتابوليك سايكل. نقطه فيري امبورتنت، يبقى ليه هي لونها ريد؟ لانها ريتش ان مايوجلوبين والاكسجين والميتوكوندريا، وعلشان السبب ده لانها ريتش في الثلاث حاجات دول هي ريزيست الفاتيج. ايه نوع الموفمنت اللي هي بتتحكم فيها؟ ريبيتد لو ليفل اوف مسل كونتراكشن. بتكون الاي تي بي ازاي؟ بتكونه عن طريق الايروبيك ميتابوليك سايكل، ايروبيك ايروبيكالي يعني في وجود الاكسجين. فور ذس ريزون بقول المصل عشان السبب ده لانها ريزيست الفاتيج وريتش في الاي تي بي وريتش في الاكسجين ميتوكوندريا والمايوجلوبين، هي موجوده فين؟ مكانها موجوده في البوستشرال ماسلز، الماسلز المسؤوله عن البوزيشن، بوستشرال المسؤوله عن السبورت بتاعك. زي ايه المصل المسؤول عن السبورت؟ النك والفيرتيبري الاسباينز، النك والاسباينز. بقول الاثليتس مالي الماراثون رانر عندهم ريتش نمبر للتايب 1 فايبر، ليه؟ بقول لي بارشلي جزء منها راجع لجينيتك فاكتور وجزء منها جاي من التريننج، تمام؟ المسل دي التايب 1 اللي هي ريزيست الفاتيج موجوده فين؟ موجوده في البوستشرال مسل، احنا قلنا دي ريزيست الفاتيج فموجوده في اقوى مكان انت محتاجاه عشان البوستشرال سبورت. موجود فين؟ هقول له موجود في النيك والسباين فيرتبري اراوند الفيرتبري. طب مسؤول عن ايه؟ او موجود فين كمان؟ بيقول لي ريتش في الاسلتس، الاسلتس ميل للماراثونز رانر بيبقى عندهم لارج نمبر للتايب 1 فايبر. جاي من فين ان الماراثون فيهم لارج نمبر؟ بيقول لي جزء منهم راجع للجينيتيك وجزء راجع للتريننج بتاعهم بيخلي عندهم تايب 1 كتير. التايب 2 زي ما قلت لك، تايب 2 هنقسمه الى تايب 2A تايب 2B. تايب 2A بيقول لي ذيس فايبر ار اولس نون ليها اسم تاني فاست اوكسيداتيف فايبر. دي هايبرايد، هايبرايد يعني مزيج من تايب 1 تايب 2. يبقى تايب 2A دي مزيج من 1 تشمل صفات تايب 1 و 2 بسميها فاست اوكسيداتيف فايبر، لونها ايه؟ ريد ان كلر. نفس الكلام احنا قلنا بتشمل صفات 1 و 2. طيب هي ريتش لونها احمر لانها ريتش في الميتوكوندريا المايجلوبين، تمام؟ هنس ات هاز ريد كلر لانها ريتش في المايجلوبين الميتوكوندريا، هي هتاخد اللون الاحمر. زي ما نفهم synthesize الـ ATP at fast rate، بتكون الـ ATP بفاست rate ليه؟ لأنها بتكونه بطريقتين utilize both aerobic anaerobic، بتستخدم aerobic anaerobic metabolism and so produce the fast نوع contraction اللي هي تبقى مسؤولة عنها fast strong muscle contraction، وعشان كده سميتها fast oxidative. نوع الموفمنت fast
strong muscle contraction. Also they are more prone, يعني عرضه. رغم كده هي more prone to fatigue than type 1. يعني مين resist الفاتيج اكتر؟ type 1. هي عرضه للفاتيج اكتر من type 1. صفاتها high pride يعني مزيج بين واحد واثنين. بتاخد صفات واحد فانها red in color، تحتوي على myoglobin وميتوكوندريا rich فيهم. بتكون الـ ATP بطريقتين، بتكونها aerobic anaerobic. نوع الكونتراكشن اللي بتعملها fast strong muscle contraction. طب بيقول لي ان في نقط مهمه قوي، بيقول لي ايه؟ احنا قلنا تايب 2 في منه A و B. في نقطه اهو بيقول لي resistant training. لما تعملي training وresist الفاتيج can turn type 2 P into type 2 A. دي نقطه مهمه جدا جدا، ان انا بالريزيستنس للفاتيج مع continuous training ممكن احول تايب 2 بي الى تايب 2 اي. increase the ability to utilize the oxidative cycle. هنشوف صفات تايب 2 بي ايه شكلها، وازاي بالريزيستنس للفاتيج تقدر تحوليها الى تايب 2 اي. تايب 2 بي often known هسميه fast glycolytic fiber. fast glycolytic fiber. They are white in color. يبقى type 2B هو الوايت. أعيد آخر نقطة تاني، هعيدها دلوقتي حالا يا مرام، هتتعاد تاني في السلايد دي. type 2B بيقول لي often called هسميها fast glycolytic fiber. They are white in color. يبقى type 2B لونه وايت، ما هوش ريد زي type 1 و type 2A. لا ده لونه وايت. طب ليه؟ due to low level of myoglobin and mitochondria. They produce the ATP anaerobically. يبقى type 1 synthesize the ATP aerobically. Type 2A بيعملوا aerobic anaerobic mix بين واحد واثنين. Type 2B synthesize the ATP anaerobic. And break it down very quickly. Hydrolyze the ATP يعني quickly. This result in نوع الحركة اللي مسؤول عنها short fast burst of power and rapid fatigue. دي مواصفات type 2B، ان هو red in color، تمام، low mitochondria low myoglobin، produce the ATP anaerobically. وعشان هو بيطلع ال ATP anaerobically عرضة للفتيك. طب ليه عرضة للفتيك؟ عشان ال end product of ATP under anaerobic condition ايه؟ لاكتات. فاللاكتات بيعمل لي فاتيج، فالتايب 2 بي ده عرضه للرابط فاتيج، بيتعب بسرعه. بيقول لي از منشن، ده النقطه اللي قلت يا مرام عيديها تاني، ان النوع ده اللي هو ايزي تو بي فاتيج اللي بيتعب بسرعه اللي بيكون الاي تي بي انايروبيكالي، ممكن انا احوله لتايب 2 اي. ازاي تحول تايب 2 اي وهو موجود فين اصلا؟ تايب 2 بي موجود فين؟ موجود في المسلز اوف ذا ارم، المسل الضعيفه هي موجوده في الارمز، موجوده في الارمز دي ايزي تو بي فاتيك، تتعب بسرعه. طب اقدر احول التايب 2 بي لتايب 2 اي او بريزيست الفاتيك؟ يعني تعملي تريننج لفترات طويله، تعملي ريزيستنت للفاتيك، بتتحول الفايبر من تايب 2 B إلى type 2A. أهي تعالي الثاني بيقول as mentioned above this type of fiber can be turned into type 2A. ممكن أحولها ل type 2A. إزاي؟ by resistant training. إن أنا أعمل training وأعمل resist الفتيج اللي هحس بيه، أستمر في التريننج، هنلاقي مع التكرار مع الاستمرار هيتحول type 2B اللي هو easy to be fatigue إلى type 2A اللي هو ممكن يبقى برون فاتيك شوي، او يعني ديكريز الابيليتي تو فاتيك شوي. This muscle fiber are found in large quantities في المسل اوف ذا ارم. موجوده فين؟ التايب 2 بي موجوده في الارمز. يبقى كده اخدنا 3 تايبس في المسل فايبر، هنعيدهم سريعا. عندي تايب 1 ده اللي هو لونه ريد، وده الريزيست اكتر واحد بريزيست الفاتيك، بيكون الاي تي بي عن طريق الايروبيك باسويز، ريزيست الفاتيج، وعشان كده موجود في البوستشرال بوزيشن او البوستشرال ماسل، زي فين الماسل اراوند ذا نيك والسباين، تمام. دول هلاقيهم فين اكتر؟ في الناس اللي بيلعبوا الماراثون، وده بيبقى ريفيرد لجينيتك كوزز اند تريننج. تايب 2 هقسمه لتو تايبس،
تايب 2A تايب 2B. التايب 2A ده مزيج هايبرايد من تايب 1 و2. طب بياخد ايه من تايب 1؟ انه هو لونه ريد. ليه لونه ريد؟ لانه ريتش في الميتوكوندريا والمايجلوبين. تمام. طب هو سينثسايز الاي تي بي ازاي؟ ايروبيكالي انايروبيكالي. تمام. التايب 2 بيقول لي برون تو فاتيج زان تايب 1، يعني هو يستحمل الفاتيج لكن بدرجه اقل من تايب 1. التايب 2 بي ده هيبقى لونه وايت لانه بيحتوي على لو ليفل للمايجلوبين وفيو نمبرز للميتوكوندريا. بيرديوس الاي تي بي ازاي؟ انايروبيكالي. فطالما انايروبيكالي الاند برودكت هيبقى لاكتات، فهيبقى ايزي تو بي فاتيج. طب ده تقدري كونفرت التايب 2 بي اللي هو ايزي تو بي فاتيج تايب 2 ايه؟ عن طريق ريزيستنت تريننج. اعمل ريزيستنت تريننج. تمام. طب النوع ده موجود فين؟ موجود في المصل اوف ذا ارت، موجود في المصلز اوف ذا ارت. هناخد بعض الديفينيشنز كده. يعني ايه ماي فايبرل؟ والسيرنديكال اورجن رانينج along ذا لينس اوف ذا muscle فايبر contain اكتين اند مايسين. ده الماي فايبرل. طب ايه هو الساركومير؟ قلنا الفانكشنال يونت اوف ماسل دي من الذات للذات. فانكشنال يونت اوف ذا ماسل اوف ماي فايبرل ديفايدد انتو اي اي اتش فان. من الذات للذات هو اللي اسميه الساركومير، دي فانكشنال يونت اوف ماسل. الاكتين، الاكتين دي سين فيلامنت. الدايمتر بتاعته قلنا كام؟ 7 نانومتر. الكونتراكتايل بروتين فيلامنت كونتيننج اكتف اور بايندينج سايت. المايسين ده سيك كام؟ 16 نانومتر. كونتراكتايل بروتين فيلامنت ويتش ويز بروتيوجن كول مايسين هيد. التروبومايسين ده عباره عن ان اكتين بايندينج بروتين. ده بروتين بيبقى بايند تو اكتين، اكتين بايندينج بروتين ويتش ريجليت المسل كونتراكشن. ريجليت المسل كونتراكشن قلناها بيحصل له موفمنت اثناء الكونتراكشن، يحصل له موفمنت توارد الاكتين ويخلي الاكتين اكسسبل ويساعد على عمليه الكونتراكشن. التروبونين، التروبونين ده كومبلكس اوف 3 بروتين اتاتش تو تروبومايس. خلاص. في اي سؤال يا بنات؟ في اي سؤال يا بنات؟ بالتوفيق يا حبايبي ان شاء الله. في اي سؤال؟ كده بقينا محاضره باذن الله، بقينا محاضرة واحدة هناخدها بكرة بإذن الله وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.